يعني ما تطلع فوق برا ولا تنزل تحت تنكب. لازم تعرف كيف توازن. متى اكتشفت موهبة زايد؟ والله يا ابو عابد تقريبا من الابتدائي وانا قاعد انشد واروح مهرجانات اروح حتى قدام امير الشرقيه قد انشدت المسارح هي من طلعت الناس صح؟ ايش اسمها الاذاعه المدرسيه هي اللي طلعتني والله والاستاذ خالد الشهري الله يستر عليه هو له الفضل صراحه. طيب عشان انا وانت كذلك نسولف ناخذ لنا المصور الجميل احمد الطحامي صوره.